بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. القضية الفلسطينية أو القدس أو المسجد الأقصى المبارك، أين القضية الفلسطينية؟ أين الأمة العربية؟ أين الكرامة العربية؟ أين العزة الأبية؟ أين النخوة والشهامة العربية؟ لا جواب، لا جواب. غابت القضية الفلسطينية عن ملفات العرب، بل غابت القضية الفلسطينية عن عقول العرب، بل غابت كل القضية الفلسطينية عن عقول القادة العرب. صراعات، مؤامرات، اقتتال، تجييش ميليشيات ضد شعوب مستضعفة، طرد شعوب، قصف شعوب، قهر شعوب، استبداد، كل أنواع القهر والاستبداد العسكري الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب المستضعف الفلسطيني تمارسه اليوم بعض الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية ضد شعوب، شعوب عربية مستضعفة كالشعب اليمني. ضاعت القضية الفلسطينية، واصبحنا اليوم في مآسي تشبه القضية الفلسطينية من حيث الشتات والفقر والعوز وضياع الهوية وضياع الإنسانية وضياع الآدمية. آلة الحرب. اليوم العرب يتآمرون ويجتمعون على نصرة شعب مستضعف بحجة إرجاع الشرعية لهذا الشعب المستضعف، الشعب اليمني. الشعب اليمني، ما الحجة؟ ميليشيات عسكرية قامت بطرد الشرعية السياسية لهذا النظام وذاك النظام. لأول مرة يجتمعون العرب على قوة دفاع مشترك ضد هذا النظام وذاك النظام، يجتمعون اليوم لمصالح الأمريكية بمزاعم واهية. نعم هناك ظلم، هناك ظلم وقع على الشعوب العربية من بعض الأنظمة الاستبدادية، وهذا أمر غير مستغرب، أمر طبيعي جدا اعتادت عليه الشعوب العربية. ولكن المستغرب التوقيت، المستغرب الحمية المزعومة لنصرة المستضعف فلان أو فلان، ويتركون القضية الأم، القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي البوصلة الحقيقية لكل عربي شريف. القضية الفلسطينية هي محور للكرامة العربية وللعزة العربية. القضية الفلسطينية هي رأس أولويات كل قائد عربي حقيقي. القضية الفلسطينية هي من أولويات الأمة العربية، وكل إنسان عربي شهم أصيل يتحلى بالعزة والكرامة يلتفت إلى القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية محورية، القضية الفلسطينية قضية مهمة للمسلمين، مهمة جدا وقضية عقدية، ذكرت 5 مرات أو 6 مرات في كتاب الله العزيز الحكيم. ويكفي بأن الله تبارك وتعالى ذكر قصة الإسراء والمعراج في سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما أجمل القرآن، وما أجمل روح القرآن، وما أجمل هذا التعبير القرآني. سبحان أي المنزه، سبحان الخالق، سبحان العظيم، سبحان الله. بدأ الله تبارك وتعالى الآية بتسبيح الله سبحانه وتعالى. سبحان المعجز، سبحان الخالق، سبحان الواهب، سبحان المعطي، سبحان الذي، الله تبارك وتعالى أسرى بعبده. الله من أجمل النعوت للأنبياء والرسل نعت العبودية. كل الأنبياء يعشقون نعت العبودية، لذلك يقول عبده ورسوله. الإنسان قمة حرية أن يكون عبدا لله، لا عبد لشيء آخر. فالأنبياء والرسل عبيد الله، وهذا أيضا يكون إيحاء للإنسان، كل إنسان، لأتباع الديانات، لعيسى عليه السلام ولموسى عليه السلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بأن نتذكر دائما أنهم بشر مرسلين من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك مطلع الآية يقول سبحان الذي أسرى بعبده. عبد يعني لم يأتي بأشياء خارقة للعادة، هو عبد لله، ولكن يوحى إليه، هو رسول مصطفى من قبل الله عز وجل. موسى وعيسى ومحمد رسل الله تبارك وتعالى، الإنجيل والتوراة والقرآن يخرجون من مشكاة واحدة، نور سماوي إلهي. لذلك ما أجمل القرآن، فقط لو نتعامل مع القرآن دون طلاسم ودون أي واسطة، فقط نقرأ
بنور الله، نقرأ القرآن بكل بساطة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، القدس، القدس مهبط الوحي، القدس رسالة السماء، القدس مهبط جبريل عليه السلام، القدس مهد الأنبياء والرسل. أين المسلمين اليوم من القدس؟ نتلو القرآن، نتعبد الله عز وجل، ندعو الله. اليوم بخل المسلمون حتى في الدعاء للقضية الفلسطينية، بخلوا المسلمين اليوم حتى في الدعاء لنصرة أهلنا في غزة، لنصرة المستضعفين والمساكين والأرامل والشهداء. نسينا تضحيات المناضلين من كل فصائل المقاومة، نسينا كلمات الشهداء، نسينا مواقف الشهداء، نسينا القضية الفلسطينية. تبخرت من الأجندة العربية ابتداء من رأس السلطة القادة العرب، وهذا عتب على القادة العرب، إلى المؤسسات التعليمية، حتى مناهجنا التعليمية اليوم خلت من قضية القدس، وخلت من قضية الأقصى، وقضية اجتياح الصهاينة للمسجد الأقصى، وحقوق الفلسطينيين وحقوق الفلسطينيين وحقوق العرب. أصبحت اليوم القضية الفلسطينية لا شيء. اليوم نلاحظ في الخليج العربي بعض الدول الخليجية تطبيع جهارا نهارا أمام شاشات التلفزة، احتضان للعدو الصهيوني، احتضان الكيان الصهيوني. يستقبلون وزير الكيان الصهيوني، وزير الخارجية أو رئيس الوزراء في بلدان الخليج العربي، في الدول النفطية، دول النفطية. وأيضا نرى هذا الاحتضان من بعض الدول العربية، الدول التي كانت تقود الجيوش لتحرير المسجد الأقصى. تخاذل العرب، نسوا القدس. أكبر تطبيع مع الكيان الصهيوني حين يدير العرب ظهورهم إلى القضية الفلسطينية، حين يتخاذلون عن القضية الفلسطينية، حين ينسون الجرح النازف القضية الفلسطينية. نسينا القضية الفلسطينية، أي كرامة وأي شرف للعرب بعد القضية الفلسطينية؟ وهي قضية مستحقة بجدارة، قضية لا يختلف عليها اثنان عقلاء. أين القضية الفلسطينية اليوم؟ أين القضية الفلسطينية؟ نتكلم عن حقوق لشعب مستضعف كالشعب اليمني، نتكلم عن شرعية وعدم شرعية، ونتكلم عن انقلاب وعدم انقلاب، وهناك مؤامرة وهناك ميليشيات. ماذا تفعل اليوم الميليشيات الصهيونية في غزة؟ ماذا تصنع الميليشيات الصهيونية وهي تعيث بفلسطين فسادا ورعبا وقتلا وتشريدا؟ أين حكام العرب؟ أين الحكام العرب من القضية الفلسطينية؟ كل دعم لغير القضية الفلسطينية عبث. نعم، نحن نعرف أن هناك شعوب مستضعفة، ولكن الحق بالقضية الفلسطينية. لو كان هذا النظام أو ذاك النظام على حق وعلى بصيرة وعلى حقيقة يلتفت ينصر هذا الشعب. عشرات السنوات خصوصا في السنوات الأخيرة لا نرى من يدعم القضية الفلسطينية، وكل من يدعم محور المقاومة وما يدعم القضية الفلسطينية يتهم بالعمالة لهذه الدولة وهذه الدولة. لم نرى خلال الفترة الأخيرة سوى النظام الإيراني. نعم، أعلم بأن هناك من يقمز ويلمز ويقول نظام شيعي، أنا لا تعني المسميات، كان شيوعيا، كان شيعيا، كان ليبراليا، كان يساريا، كان أيا كان يدعم القضية الفلسطينية نحن معه. أنا لا يعنيني هذا وذاك، لا يعنيني هذا الكلام. القضية الفلسطينية، من يدعم القضية الفلسطينية؟ فقط الجمهورية الإسلامية، وهذه حقيقة أنا لا أخجل منها أبدا، لا أخجل من هذه القضية أبدا. في القضية الفلسطينية وأنا من المنادين بأن نتوحد ونكون مع أي كيان، أي نظام، أي حركة، أي فصيل يكون مع نصرة الشعب الفلسطيني. نعم، نحن معه. كل من يدعم القضية الفلسطينية من أي فصيل من فصائل المقاومة نحن معه. إيراني كان سوريا، كان يساريا، كان شيوعيا، كان قوميا، ناصريا، ماركسيا، نعم نحن معه. أنا مع توحيد، أنا مع نظرية توحيد المقاومة، فصائل المقاومة يجب أن تتوحد. فصائل المقاومة، الكرامة العربية، آخر ما تبقى للعرب من كرامة وعزة القضية الفلسطينية، وخيارنا الأخير ولا نتنازل عنه خيار المقاومة بكل فصائلها. يجب على كل مسلم، على كل عربي شريف يحيا في الأرض العربية ويهتم بأمر المسلمين ويقول أنا موحد لله عز وجل، وهو يتلو سورة الإسراء ويقرأ هذه الآيات المباركة، عليه أن يستحي، عليه أن يرجع إلى كتاب الله، يرجع إلى العزة العربية. نحن ندعم كل من يقف
مع القضية الفلسطينية. أتمنى اليوم أن تتوحد الجهود ونكون جبهة واحدة ضد هذا الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب. اليوم أقوى دولة في الشرق الأوسط الكيان الصهيوني، يمتلك عشرات بل مئات من الرؤوس النووية. أين القوات العربية المشتركة من هذا الخطر؟ يقولون الخطر الفارسي. حول القضية من الصراع العربي الإسرائيلي إلى الصراع العربي الإيراني، الصراع الوهمي، الصراع الأمريكي. هذا صراع مكذوب، مكذوب من ألفه إلى ياء. نعم تكون لإيران لا أقول أطماع، تكون لها مصالح، هذا أمر طبيعي، كل الدول العربية اليوم لها مصالح. اليوم الحرب على اليمن لمصالح، اليوم الحرب في سوريا لمصالح، لا أقول نصرة إلى الشعب السوري، لا 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 لا، تركيا تتدخل في سوريا لمصالح، لا للشعب السوري بل لمصالح تركيا وبعض الأنظمة الخليجية. الكل اليوم أما يسعى لمصالحه الشخصية، يسعى لمصالح نظامه، أو يسعى تنفيذا للأجندة الأمريكية في المنطقة. وأغلب هؤلاء اليوم من يذكون نار الفتن في اليمن أو في سوريا أو في بعض الدول العربية، أغلبهم وكلاء لأمريكا، وهذا الشيء لا يخفى على أحد، أبدا لا يخفى على أحد. لذلك في هذا البرنامج أنا لا أعول ولا أنتظر شيء ولا أنتظر خير من الأنظمة العربية، ولكن أنتظر الخير من هذه الشعوب الحية، الشعوب العربية حية. يكفي هذا الحصار الجائر الظالم على غزة، ننظر إلى الأطفال الذين يقاومون الكيان الصهيوني، ننظر إلى تضحيات الشهداء الأبطال ضد الكيان الصهيوني، نرى الأمهات النساء، والله المرأة الفلسطينية تساوي عشرات الرجال ممن يتخاذل نصرة للقضية الفلسطينية. أنا لا أتكلم بأن الشعوب خذلت القضية الفلسطينية، الشعوب غيبت القضية الفلسطينية عمداً عن مناهجنا التربوية، إرضاءً للكيان الصهيوني وإرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية. حول الصراع العربي الإسرائيلي إلى الصراع العربي الإيراني أو الصراع العربي الفارسي. ولكن هذه كذبة روج لها بعض الحمقى وروجت لها الولايات المتحدة الأمريكية. أرادوا أن يوهموا الناس بالخطر الفارسي، الخطر الإيراني، يلهو الشعوب العربية بالصراع السني الشيعي. هذا الوهم الكبير الذي يعيش بعض المغفلين. هناك مصالح طبيعية للدول الكبيرة والدول الصغيرة في المنطقة، طبيعي، من الطبيعي جدا أن تكون هناك مصالح حيوية، بأن تكون هناك أهداف استراتيجيات اقتصادية أو فكرية. ولكن لصالح من نشغل الشعوب الإسلامية بعضها ببعض؟ لصالح من يضرب بعضنا بعض؟ لصالح من نبدل الصراع العربي الإسرائيلي بالصراع العربي الفارسي أو الصراع العربي الإيراني؟ كذبة كذبة. يجب على العرب اليوم أن يستفيقوا من هذه الكذبة. من يدعم القضية الفلسطينية؟ محور المقاومة هو من يدعم القضية الفلسطينية. حول جاء الإعلام العربي ونفخ أكذوبة كبيرة وروج لها البعض، ومع شديد الأسف اليوم يخرج عليه هذا المحلل السياسي وهذا المثقف من كل الاتجاهات ويتكلم بعنصرية أعرابية، ويتكلم بطريقة فوقية، ويتكلم كأنها حقائق ملموسة بأن هناك مؤامرة كبرى على العالم العربي والخليج العربي وما شابه ذلك من القضايا، وينسى الكيان الصهيوني وينسى القضية الفلسطينية وينسى التمدد الصهيوني أو الصهيو أمريكا في المنطقة من خلال داعش وتمدد هذه الجماعات التكفيرية، هذه الأذرع الاستعمارية الصهيونية الجديدة، الغزو الجديد. كل من يصمت على جرائم داعش ويصمت على جرائم النصرة ويصمت على جرائم الكيان الصهيوني لهو أشد خطرا من الكيان الصهيوني. اليوم تحول القضية إلى قضية سنة شيعة. لماذا لم تشيع إيران؟ لو كان هذا الكلام صحيح، لماذا لم تشيع إيران حماس أو الجهاد؟ من يدعم الجهاد وحماس؟ فقط الجمهورية الإيرانية والنظام السوري. هل قالت إيران لن أدعمكم ماليا حتى تكونوا شيعة؟ أبدا أبدا، هذا وهم. يا أمة العرب كفاكم استغفال، عليكم أن تعوا جيدا اللعبة، عليكم أن تعوا لعبة الإعلام. اليوم الخطر الحقيقي الكيان الصهيوني.
إيران، مشكلة إيران مع العرب، إيران ذات سيادة. الجمهورية الإيرانية أقل من 40 سنة استطاعت أن تكون دولة نووية، دولة علمية، دولة تدعم العلم والتكنولوجيا والفكر والطب، استطاعت أن تكون دولة قوية. أين الدول العربية؟ أين الدول النفطية؟ لا شيء سوى ظاهرة صوتية، سوى الكلام والمؤتمرات الفارغة البروتوكولية التي تتكلم، يلتقطون فيها الصور والجمال والكلام ويطبعون مع الكيان الصهيوني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذا واقع اليوم. القضية الفلسطينية يجب أن تكون في الصدارة. لذلك هذه صرخة وهذه كلمة أقولها إلى الشعوب الحية العربية. أنا أثق بالشعوب العربية، أثق بها جداً، بأن الشعوب العربية شعوب حية، شعوب حية، والأمة الإسلامية لا تموت والأمة العربية لا تموت. لذلك أقول لا نلتفت ولا نعول على الأنظمة العربية. علينا أن نفوت عليهم هذه الفرصة بأن نترابط سنة وشيعة وإباضية وإسماعيلية وزيدية وعلمانيين وليبراليين بكل فصائلنا. نتوحد على الأقل في القضية الفلسطينية، قضية مستحقة تحتاج منا جهد، تحتاج منا اليوم إلى إعلام ندعمها إعلاميا. الكل نحتاج من المحسنين بأن نخصص فضائية عربية خاصة في القضية الفلسطينية، ناطقة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية. نحتاج إلى شباب متفرغين بأن يعيدوا القضية الفلسطينية إلى الصدارة. نحتاج أن نسمع الأناشيد، الأهازيج، نسمع الأغاني، نحتاج نسمع صوت الحرية، صوت الحق. لا نريد حتى لهجة نريد الجهاد، نريد أن نموت في سبيل فلسطين. لا، نريد أن نحيا كي نرجع فلسطين، كي نحرر فلسطين. نريد شعوب حية لا شعوب ميتة. نريد أن نغير حتى الخطاب السلبي. لا نقول نستشهد من أجل فلسطين، بل نحيا لنعيد البسمة للأم الثكلة، من فقدت ابن، من فقدت طفل، من فقدت شهيد من أجل فلسطين. علينا أن نحيا لنعيد الأمة الكرامة، لنعيد الأمة المجد، لنعيد الأمة ما تبقى لنا من كرامة، وأن نقطع لسان كل من يتطاول على المقاومة الإسلامية بكل فصائلها. علينا أن نقطع لسان كل من يتطاول على فصائل المقاومة بكل أطيافها ومشاربها وأيديولوجياتها. علينا أن نتكاتف، علينا أن نتوحد، علينا أن نرفع أصواتنا. نعم، نريد القدس، القدس عربية، وستظل القدس عربية بسواعد الأمة العربية وبسواعد الشرفاء والأحرار. علينا أن نرجع الملف الفلسطيني إلى الصدارة. علينا أن نضغط على حكوماتنا العربية بكل ما أتينا من قوة بأن نتحدث وأن نتكلم. علينا أن نرفع رؤوسنا عاليا في القضية الفلسطينية، وأن نرفع رؤوسنا عاليا بتضحيات فصائل المقاومة. علينا أن نرجع البوصلة كما كانت في القضية الفلسطينية، ونتذكر بأن الله تبارك وتعالى بارك في القدس، والقدس كان مهبط الأنبياء والرسل حتى في الإسراء والمعراج، عندما أرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى في القدس، صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الأنبياء والرسل. منظر جميل. هذه القصة ندرسها في المدارس، ندرسها في جامعاتنا، ندرسها في مناهجنا، في مؤسساتنا، بكل كليات الشريعة، سنة وشيعة، بكل الملل ندرس القصة. ولكن هل التفت أحد إلى المعنى، إلى المغزى عندما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيسى صاحب الإنجيل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، موسى صاحب التوراة يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والرسل، مهبط الوحي القدس. هذا المشهد يريد الله عز وجل، يريد الله عز وجل من الناس، كافة الناس أن يتوحدوا. يريد لهذه الأرض المباركة، أرض الأنبياء، أن تكون أرض حرة ويحيى عليها شعب حر. لذلك أتمنى أن نراجع حتى أدبياتنا الإسلامية ونقرأها بقراءة حرة، لا قراءة عنصرية وقراءة إقصائية وتطرفية. نقرأ القرآن بروح الإنسان، نتأمل رسالة السماء، رسالة القرآن. كل حرب عبثية وكل أولوية لأي نظام عربي عدا القدس عبث. على العرب السلام إن لم يرجعوا إلى ذواتهم ويرجعوا إلى القضية الأم، القضية الفلسطينية. لن نحيا بالسلام حتى نرجع إلى أصول الإسلام، ونرجع إلى القرآن وروح القرآن، لكي يحيي فينا فقه الحب وفقه المحبة والسلام.